كذلك، وبات هذا الأمر واضحا فوضعت موانع الصواعق، وقال لهم: إن كان الرب يريد معاقبتكم فسيعاقبكم بطرق أخرى. كان فرانكلين العالم الأول في التاريخ والذي يساعد أمته على تأسيس شكل جديد للحكومة، فترسيخه للعقلانية العلمية أوحت إلى بناء البلد الأول على قواعد التنوير. إن لم يكن فرانكلين الأب الحقيقي لنا، فيمكننا القول إنه واحد من المفكرين وراء الحكومة العلمانية للولايات المتحدة. بالتأكيد كان واحدا من الآباء المؤسسين. لم يرد للكنيسة المنظمة أن يكون لها علاقة بإدارة الدولة. كان يعتقد أن دمج الدولة مع الكنيسة هو فكرة سيئة، لهذا قسمها وخلق بذلك الحكومة العلمانية في أمريكا. كان بنجامين فرانكلين ابن مهاجر من طائفة البيوريتس، أراد الذهاب إلى الكنيسة بنفسه، لكنه في لندن وفي عمر 19 كتب آراءه الأولى عن الدين التقليدي، رافضا المعتقد الاحتفالي البهي. برأي بنجامين فرانكلين يرمز حقيقة إلى حركة التنوير وعصر العقلانية والتفكير الحر والانفتاح ورفض السلطة خلال الحقبة التي استمرت فيها عملية التقليل من شأن نفوذ الكنيسة. العلماء هم الذين سيضعون مبادئ التنوير هذا ويدفعون بالمسيحية إلى انتكاسة أخرى استمرت إلى يومنا هذا. استأصل داروين الجدل الرئيس حول وجود الرب. فرقة شكلت لتبقى سرية. بدأت أفكر في إمكانية أداء شخص واحد دور 100 شخص مسلح، فأخفت أسرارها بعناية فائقة ودقة متناهية، سر لم يروى إلى الآن. كان من المحتم تأسيس كتيبة SAS لأداء كافة الأدوار المهمة. القوات الجوية البريطانية SAS، سر بإمكاننا روايته الآن. مغامرون لم يذكرهم التاريخ في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. استمتع بالصيف وسافر معنا حول العالم. واجعل تجوالك من خلال الجزيرة الوثائقية رحلة لا تنسى. صيف الجزيرة الوثائقية أحلى صيف. أعتقد أن تحدي العلم الأكبر للمسيحية كانت نظرية تشارلز داروين عن النشوء. في عام 1859 نشر داروين كتابه أصل الأنواع، حيث أظهر أن الحياة كلها على الأرض لم ينشئها ويخلقها الرب، بل تطورت عبر عملية تسمى الانتقاء الطبيعي. زميلي ريتشارد دوكنز قد أصبح الناقد العام الأكثر عصرية للدين، وبعضهم ينعتونه بمطران الإلحاد. التطور حسب رأيه هو السبب الأفضل لعدم الإيمان بالرب. أعتقد أن من الممكن القول إنه بعد كوبرنيكوس ونظرية غاليليو جاء التحدي الثاني الأكبر للمعتقد الديني التقليدي، فكيف تعامل داروين مع هذا؟ كان مدركا تماما بأنه تحدي كبير، وقد توخى الحذر قبل أن يدركه،
لقد تأخر حوالي 20 سنة قبل أن يكتب عنه، ويعتقد بعض الناس أن السبب الرئيس في تأخيره كان الحذر بسبب التأثير الذي سيتركه هذا على التأسيس الديني. كان المسيحيون مؤمنين أن البشر خلقوا في صورة الرب، لكن نظرية داروين كانت تحمل في ضمنها بأن أسلافنا كانوا في الحقيقة قردة. استأصل داروين الحجة الرئيسية بوجود الرب لأنه قبل داروين بدا من الواضح والظاهر بأن الرب خلق الكائنات الحية، ويمكن تفسير ذلك على أنه هو الخالق الأول. يبدو بأن بعض الناس نظروا إلى نظرية التطور كما نظروا إلى أفكار كوبرنيكوس، أي أنها استنارة بعجائب الرب. أجد أن هذا غير قابل للإقناع، لأن الاقتراح يقول إنه حين قرر الرب خلق الحياة فعل ذلك بطريقة تجعله كما لو أنه لم يكن هناك. بالإمكان القول أن أصعب شيء كان خلق الظواهر الفيزيائية للكون وكل الاحتمالات البعيدة عن الواقع بطريقة تسمح للنشوء والتطور بالحدوث. تلك طريقة أفضل للنظر إلى التكوين، أقصد يمكن تصديقها نوعا ما، لكنها نظرية غير جديرة بالثناء كثيرا، لأن هذا سيقترح بأن الخالق الذكي سيحتاج إلى تفسير أكبر لنفسه. هذا المتحف الجامعي الرائع في أكسفورد يفرز ثقة الحقبة الفيكتورية في القوة الخاصة للبشر. هنا في عام 1860 دافع أسقف أكسفورد سامويل ويلبرفورس عن المسيحية ضد هجوم توماس هنري هيكسلي الذي كان مؤيدا قويا لأفكار داروين، ولا شك بأن اكتشاف داروين للآلية الطبيعية التي تفسر أصل الحياة متضمنة البشر دون تدخل رباني، لا شك أنه كان تحديا خطيرا للمعتقد الديني التقليدي. ولا يزال المسيحيون منقسمين حول كيفية الاستجابة للتطور. البرهان الجلي والساحق في نظرية داروين أظهر تيارا من الكنائس وإلى الإقرار بأن البشر لم يخلقهم الرب حرفيا، لكنها بقيت متمسكة بفكرة أن الرب جعل التطور ممكنا. هذا النوع من التوافق والتسويات بات نمطا شائعا. ليست مسألة قلب ما كنا نعتقده سابقا، بل هي مسألة أن ما علمونا إياه حين كنا في السابعة لا يزال صحيحا، إلا أن هناك الكثير يجري الآن بحيث أننا ما كنا لنتعامل معه حين كنا في السابعة. يبدو أنك تتحدث عن رب تستطيع تصويره بالشكل الذي تحب، يخبرنا عنه العلم وتمده ليلائم الصورة المتغيرة لواقع العالم، الصورة التي يعطينا إياها العلم. إنه ليس معجونا، بل الكون هو المعجون. إنه المعجون الذي يتغير فهمنا على أساسه، وهو موجود هنا. نعم، مع تقدمي بالسن فأن دماغي يتمدد قليلا ليقترب من أبعاد الرب الذي كان موجودا طوال الوقت. الاتجاه السائد الذي تأثرت به المسيحية كثيرا كان حركة التنوير، بحيث أن آراءها قد اختلفت كثيرا عن الآراء المنتشرة قبل 400 عام، لكن معتقدات بعض المسيحيين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليها أي تغيير تقريبا. قراءة حديثة اكتشفت تقول إن واحدا من كل 3 أمريكيين لا يزال مصدقا لقصة الإنجيل حول خلق الكون. من الاستثنائي أن نفكر بأن كلمة الأصولية التي نسمي بها الحكومات المتطرفة وأنظمة الحكم الإسلامية الآن قد تأسست في الحقيقة هنا في الولايات المتحدة. أريد أن أعرف كيف ظهرت الأفكار الأصولية في المسيحية في هذا البلد العلماني المبني على أساس العلم والتكنولوجيا. دايتون في ولاية تينيسي في قلب الحزام الإنجيلي. في عام 1925 تم سن قانون تابع للولاية جعل من تعليم التطور البشري أمرا غير شرعي، وحكم معلم محلي اسمه جون سكوبز بتهمة اختراق هذا القانون الجديد. محامي الدفاع في شيكاغو كلارنس دارو تأهب للتباري مع ويليام جينينغز براين الذي كان مرشحا رئاسيا سابقا. حدثت المحاكمة في هذه المحكمة. لابد أنك درست الكتاب المقدس بشكل جيد سيد براين. نعم، حاولت قدر ما أستطيع. هل تقول أن كل ما في الكتاب المقدس ينبغي تفسيره بشكل حرفي؟ كل شيء في الكتاب المقدس ينبغي أن يقبل كما أعطي لنا، وبعضه غير قابل للتفسير،
مثلا أنتم ملح الأرض. لا أستطيع التأكيد بأن الإنسان كان ملحا أو لحما من الملح، فالملح يمكن أن يكون مستخدما هنا بمعنى إنقاذ الشعب. ثبتوا التهمة على سكوبز، وكانت محاكمته قد حددت بداية المعركة على تعليم التطور الذي بقي مستمرا هنا. أحاول ببساطة أن أحمي كلمة الرب من أكبر ملحد ومشكك بوجود الرب في الولايات المتحدة. البروفيسور رون نمبرز الذي نشأ قرب دايتون ولد لعائلة مسيحية أصولية. كان والدي واعظا أصوليا هنا. إن أتباع سيفنث دي أدفنتزم أعطوا للعالم نظرية تكوين الأرض الحديثة. ماذا تعني الأرض الحديثة؟ إنها تعني أن عمر الأرض لا يزيد عن حوالي 6000 عام. الأصوليون الأوائل كانوا متخوفين من النسخة المرققة للمسيحية والتي بزغت من حقبة التنوير. لقد كان تأثير ألمانيا والمعرفة الألمانية وبعض العلم الإنجليزي، خاصة أخوية الإنجيليين في أمريكا، كانوا يرسلون باحثين شبابا فيعودون وقد تلقوا أفكارا ولم يعودوا يؤمنون بعدها بالميلاد الطاهر للمسيح والانبعاثه بعدها. لم يؤمنوا بأن موسى كتب الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس. العلم هو الذي أقنع رون في النهاية بالتخلي عن معتقداته، وهو يحاضر الآن كل وجه من أوجه الأصولية، ومنها النسخة الأصولية من العلم. هؤلاء الأصوليون قد مارسوا حب العلم لكل شخص كان ينظر إليهم. لقد أحبوا العلم في عشرينيات القرن العشرين في وقت محاكمة سكوبس هنا، الذي كان يجادل ضد نشوء الأرض على أساس أنها لا تستحق اسم التفسير العلمي السوي. لقد كانت تخمينية جدا ولم يكن هناك برهان كاف، والعلم كان له ولهؤلاء شيئا رائعا. في سبعينيات القرن العشرين ابتكر أصوليو أمريكا نسختهم العلمية الخاصة، وهي التكوين العلمي. وضع أتباع مذهب التكوين العلمي مبادئهم الأساسية على الكتاب المقدس وليس على أي من الملاحظة أو التجربة. متحف التكوين في كنتاكي قد أنشئ عام 2007 لإعطاء المسيحيين تاريخا عن العالم الطبيعي الذي يلائم التفسير الحرفي للكتاب المقدس. من المذهل أن أفكر بأن واحدا من كل 500 أمريكي جاء لرؤية هذا المعرض حتى في سنته الأولى، فله تأثير كبير. يقول الإنجيل إن الرب خلق كل الحياة على الأرض في 6 أيام، خلق الديناصورات وجنة عدن في هذه المدة. هذا مخيف. لو أخذنا العهد القديم بحرفيته فلا بد أن الديناصورات والبشر عاشوا في الوقت نفسه. مدهش هذا حقيقة. لدينا الكائنات البشرية وهي مرتدية ثيابها بالكامل وتجمع الجزر مع الديناصورات الودودة في الخلفية، أشبه بمشهد في ديزني، لكنها تناقض سجلات المستحاثة بالتأكيد. وافق جيسون لايل العالم المقيم في المتحف بالتحدث إلي. كنت أتساءل رغبة مني في معرفة كيفية تسويته لإيمانه بالقصة الإنجيلية عن التكوين إلى جانب البرهان العلمي الذي يناقضه. لدينا هذا العرض الجميل، فيه الكثير من تماثيل الديناصورات وحكايا أتباع المذهب التكويني. إن الديناصورات والبشر تعايشوا معا؟ نعم، على الأرض. صحيح. لا أعرف أي دليل عن هذا، لكنني أعرف أدلة ضد هذا، فلماذا تصدق هذا؟ الرب أخبرنا بكلامه أنه خلق كل حيوانات اليابسة والديناصورات من هذه الحيوانات. لقد خلقت في اليوم السادس في نفس يوم خلق آدم. لكنك عالم. نعم، عالم فيزياء طبيعية. نعم. وهذا موقفك وأنت تؤمن به لأنك قرأت عنه، فماذا تقول عن البرهان؟ أنا أؤمن تماما بالتجريب وأتوقع أن هذا ممكن، لأن الرب يحافظ على تماسك الكون بطريقة منطقية، وأتوقع أن العلم قابل للتجريب. وماذا لو أظهر التجريب برهانا يبدو متناقضا عما يقال في الكتاب المقدس؟ هذا قابل للحدوث دائما، لكن بما أن عقلنا غير تام فلو عثرنا على استنتاج بعد تجربة سيبدو خارجيا وسيخالف كلام الرب، ونحن نتماشى مع كلام الرب.
إذن حين يتناقض العلم مع الدين نتجه إلى الكتاب